السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الرحلة ديالنا نديرها هذه المرة الرحلة من ثرى إلى واد لو مرورا بقاع أسرس. إذن هذو الشواطئ كلها مزيانة كما كتلاحظوا. بالنسبة للشواطئ هنا كاين الشاطئ ديال قاع أسرس قاب تحت الواد لو. إذن الواد ديال واد لو هو هذا واد لو. المدينة هي هذي من عند الشاطئ هي جاي حتى الواد تقريبا عاود ثاني ديال طرغه او عفوا ديال قاع سراس قابط من الواد حتى لهنا حتى لهاد الدوره تقريبا. اذا نخليكم المسافه تقريبا 16 كيلومتر. نخليكم مع هاد المناظر الطبيعيه والطريق طريق السلامه وفرجه ممتعه.